هلو شو هلو زي بونجور بونجور إلي هلو ما عجبتني عرب عم نحكي شو دخل هلو تفضل بالعربي بونجور إلي لحظة هلا هلوز مش عربي بونجور عربي ايه شنو هون بدنا البونجور عربي تفضل بونجور إلي انا جاي من بعيد لاشوفك يا صديقي لانه كني حماس بدنا نبلش من اليوم سلسله قصيره جديده سميناها لوس اوسوس اكسبرس سيجار بل والله شو سميتها هاي لوس اوسوس اكسبرس سيجار بشع كثير الاسم والله على كل انا مش عاجبني ايه حس تجاري حلو وهيك بايخ كمان ما علينا نحن جايين تو تشيل اوت وندخن هالسيجار الاخو الشليته اللي اسمه بارتاغاس سيري دي نمبر 6 نعم البارتاغاس سيري دي نمبر 6 بيجي ولو انه قصير لكنه كوبي مميز ومعقد وصعب وهو بتي روبوستو من فيتولا بالمبدأ مش معروفة أو غير معلومة بس هي معلومة وثابتة هو صحيح دي نمبر 6 هذا نمبر 6 ما فيها هي منه طوله 90 ميلي وقياس الرينج 50 صحيح وبيجي بصندوق من 20 حبة صح تم إصدار هالسيجار بمهرجان هابانوس 2014 بكوبا أنا بشوف حالي حج إني أول مين اشترى أول صندوق من بيروت ديوتي فري من لكازا ديل هابانو مين قالك لحظة شو يا أخي عم خبر القصة صبرك كفي وهيك قالت لي هيك بنت حلوة تعرفهم بالهابانو بنقون طوال حلوين كرمالك على ما يبدو حج تقديري الخاص إنه سحرت البنت بجاذبيتي ومن وقتها ما صحيت بقيت مسحورة حبيبي على الأرجح إنه هذه الخبرية اللي عطاك إياها هلا بتخبرها للكل بس تخلي اللي مثلك اللي هيك اللي بدهم يشتروا الحمقى والسطحيين والطموحين مثلك يشتروا بأنه إنهم هن مميزين وعم يدفعوا مصرياتهم هاي القصة طلعت معي هاي القصة سوري بلشنا ناكل يقول البعض إنه أديسيس أو أديسكس يشبه إلى حد كبير السيري دي نمبر 4 والسيري دي نمبر 5 اللي أنا شخصياً حاج مني من المعجبين كتير بالليف وقف يا خي يرضى عليك وقف الله يخليك الله يهديك وقف تجديف يا خي في فرق مستعدة تقتلك هلأ اللي عم بيهاجموا الدي 4 مثلك جاهزين مع العلم أنه الدي 4 بيحتوي على نكهات البرتغاس المميزة هي قهوة خشب طبخ الغني القوي وكثير من التوابل الديسيس له نفس الطعامات ولكن مش بنفس الترتيب ولا بنفس الكثافة انه سيم سيم بضيفنا والله قوي كثير كفي انه الدي فور هو مقنع هذا ولكن صمموه خصيصا للناس اللي مثلك اللي اعضاء مجالس ادارة الشركات الكبيرة المشغولين كثير هنو قاعدين ناطرين لطير طيارتهم ويسافروا انا بطير بومبردي اقوى شوي اقوى شوي احلام يا حبيبي بس خلي اجريك على الارض من فضلك نعم. على كل حال الديسيس عنده بناء جيد جدا لسيجار قصير هالسيجار بيناسب محبي البرتاغاس سيري دي عامه اللي مدمور بالنمبر 4 بس لما يكون الوقت جوهري واساسي ومن ذهب ولما يكون الوقت داهم وقصير ومزروط خاصة في فصل الشتاء متوسط التدخين حوالي 20-30 دقيقة يا خيي قتلتني والله قتلتني يا خيي نازل طعوش بهاللغة يا خيي شو فيها شو بصير لها إذا قلت تم تصميم هذا السيجار لعشاق البرتاغاس سيري دي نمبر 4 اللي ما معهم وقت كتير ونقطة وبس لشو العالم كله طالع نازل طالع مزبوط حبيبي لك هيدي 2019 ايه هيدي اللي عمل لك عنا القلبي اللي باعتقادي هيك قالت لي وقتها اللي راحت فيه انه هي
راح معك رجعي انه هاي هي اول علبه تنباع كانت بديوتي فري بعدين انه هستيك طلع الفرق بالكلر طلع الفرق بالرينج لا مصايف في كمية هي تغير يعني غير هذا لا بس ما هذا الكوبي قد ما يريح ما بيريح بيريح اثنين سايز يعني ما بيريح قص يلا قص وين تبعك وين تبعك اوكي دعانا سيجار رائع صراحة صغير صحيح قصير صحيح بس طيب كثير أنا لأنه عالتي مرتاحة 2016 عطيني اتكيكت اوف بسويتنس كان في حلو كونتور من سكريات شوي وتصاعد بلش يصير خبز محروق على فنش برياش طيب كثير صراحة من نصه وطلوع بلش يعطيني بيبر سويت بيبر بالأول على فينيش اوف بلاك بيبر بس ما في شيء مزعج فيه ما في شيء صراحة غلبني بالعكس كنت حاسس في تجانس أنا وياه سيجار طيب كتير لدرجة طلعت معي العلامة حج أنا النهائية 91.5 بستغرب أكيد عالي شوي بس مش هتراجع عن العلامة هتمسك فيها حج خلي كيف كان سيجاري؟ أنا سيجاري لأنه جديد إذا ما بدنا نقول مثل سيجار إلي كان مرتاح كتير بس برضو كان يعني ببدايته عطى هالسويتنس الحلاوي هيدي الخفيفة رجع تطور بعدين صار يعطي طعم الجلديات عطاني طعم البهارات وعطاني طعم المكسرات النتس وشوية هيك لمحات من الكافي القهوة سيجار هو يطبعه البرتاغاس بامتياز يعني هو بصمة مميزة ما بيضيع العالم هو بارتاغاس علامتي كانت أنا 88 دي مرة أولى كان علامته لي أكثر مني معدل العلامات كانت 89.75 90 يعني ماشي. تقريبا 90 مش غلط مش غلط أبدا سيجار جيد جدا في شيء كلمة بدك تقولها بالآخر كتير جوعان لأن الغداء صار على الطاولة هيتك هيتك أنت اللي جوعان فحنضطر ننهي هون